هنا بيبدأ مع عباد اللي المفروض انه شغال عامل تنظيف حمامات سباحة، لكن هو في الواقع شغال شغلانة اخطر من كده بكتير جدا، الا وهي انه بيصطاد مصاصين دماء. بعد ما حس ان الجو بقى امان جهز نفسه ورتب اسلحته وشد حزامه ودخل على بيت واحد من المفروض انها مصاص الدماء، وامن نفسه بفخ بيحطه على الباب، وده يعتبر من اساسيات المهنة بالنسبة له. وبعد كده بدأ يبحث عن هدفه لحد ما هي اللي شافته وقالت له انت بتعمل ايه في بيتها يا جدع انت، وهو رزعها طلقة شوتجن كأنها ازيك يا امي. طبعا انتوا استغربتوا، لا اصبروا لانكم هتستغربوا اكتر لما تعرفوا انها ما ماتتش اصلا، وقامت على هيئة مصاص الدماء ورجعت تاني زي الفل واحسن من الاول بكتير، وكمان هجمت على باد اللي كان مصدوم لانه ما شافش مصاص الدماء بالقوة دي قبل كده. وبعد معركة صعبة باد اتصاب بإزازة في كتفه فجرحته، لكن دي كانت اصابة عادية، اصابة شغل، اصابة عمل عادية خالص. فشال الازازة اللي فيها دمه ورماها على الارض وقام يكمل معركته مع الحرمة السعرانة دي. والمعركة كانت مرعبة مليانة فنون قتالية، وبد بصراحة عمل معاها الصح، لكن كانت رافضة تموت بأي شكل من الأشكال ومفيش حاجة بتأثر فيها، وعشان يخلص منها وقعها على الأرض وقطع راسها خالص فماتت. وفي الوقت ده صاحبها اللي كان بره حس بحاجة غلط فتحول لمصاص دماء ودخل عشان يمصمص بد، لكن الفخ اللي معمول على الباب خلص عليه وطير راسه. وبد قال إن الفخ ده دايما بينجح في إنه ينفذ شغله، وبعد ما خلص عليهم خلع أنيابهم عشان يبيعها لأنه هو ده مصدر دخله، يعني هو ده أكل عيشه، هو بياكل عيش من بيع أنياب مصاصين الدماء. يعني هو الواحد والله طول ما هو عايش هيسمع عن مهن عمره ما سمع عنها قبل كده. المهم ان دي بقى اسمها اودري، والمفروض انها ملكة مصاصين الدماء في المدينة دي، وللأسف في مصاص دماء كان مزعلها فدفنته وهو عايش بطبقة من الخرسانة المسلحة عشان ما يكونش ليه اي فرصة للخروج تاني. وبالمناسبة محدش في المدينة يعرف انها مصاص الدماء، والمفروض انها شخصية مهمة في المدينة وبتخدم الشعب وكمان الكل بيحبها. المهم ان بات بعد ما خلص مهمته راح لبيته الامن علشان ينظف نفسه من اللي اتعرض له، وكمان ينظف الجرح بتاعه، وبعد كده راح لبنته اللي بقى لها ساعة مستنية عند المدرسة، وده لانه طبيعي بيتأخر عليها في كل مرة. وبعد ما رجعها للبيت عند جوس امها اللي هي طليقته برضو، اكتشف ان جوس ناوية تبيع البيت لانها هتسافر وتسيب المدينة علشان تبدأ حياة جديدة في مكان مختلف، وده لانها مش عارفة تلاقي شغل ومعهاش فلوس تودي بنتها المدرسة. وبدأ توتر من اللي سمعه لانه كده هيتحرم من بنته، وبصراحة انا شايف انه هيخسر جوس برضو، يعني هو بصراحة هيخسرها جامد. المهم ان بدأ علشان يصلح الوضع قال لها اديني اسبوع واحد مهله علشان اجمع لي كل الفلوس اللي هتحتاجيها وما تبعديش بنتي عني، فوافقت. وبكده بقى عنده مهمه وهي انه يجمع 10000 دولار في اسبوع واحد، وكبدها راح لصاحبه تروي اللي بيتاجر في انياب مصاصين الدماء علشان يبيع له الانياب اللي هو جمعها. والمفروض ان تروي ده صاحبه، هو صاحبه، لكن وقت الشغل ما يعرفش ابوه لانه مستغل الدرجه فوق الوصف. وبعد ما شاف الانياب عرف ان سعرها غالي، لكن عرض عليه سعر قليل جدا من باب الاستغلال، وده لانه عارف ان باد محتاج فلوس فممكن يبيع باي سعر، غير طبعا انه كمان مش هيلاقي حد يشتري منه الانياب لان باد عامل مشاكل مع كل تجار الانياب دي، فهو كده شايف انه بيضغط عليه بالطريقه. وباد رفض يبيع له الانياب بالسعر ده وباع بدلهم مسدس، وتروي لانه مستغل خد الكوتش بتاعه فوق البيعه. وادري ملكه مصاصين الدماء راحت عشان تزور بنتها، لكن اتصدمت لما لقيتها مقتوله وراسها جنبها، ومحدش يقول لي دي ازاي بنتها لانها والدتها وهي بشريه. وبعد كده مصاصين الدماء خطفوها وحولوها، ولما بقت قائده ولا بقت قويه رجعت تاني لبنتها وحولتها، لكن كانت بنتها بقت عجوزه خلاص، وطبعا بعد ما حولتها خلاص بقى فضلت على هيئتها العجوزه. المهم ان هي بنتها وخلاص، اهم حاجه انها بنتها، وعشان بنتها ميته قدامها هي كده حست بالحزن، وبات بقت ليله ام سودا، وده لانه دخل لعش الخفافيش برجله. واللي زاد الطين بله انهم مسكوا طرف الخيط، وده لانهم شموا ريحه دمه اللي على الازازه اللي جرحته في المعركه وعرفوا هيوصلوا له ازاي. وبات ما كانش يعرف المصيبه اللي هو بقى فيها، وكان كل همه انه يجمع المبلغ المطلوب منه، فراح يقابل بيج جون صاحبه وكمان صائد مصاصين دماء زيه، وطلب منه انه يتوسط له عند اتحاد مصاصين الدماء ويرجعه تاني يشتغل تبع الاتحاد، وكمان يقدر يبيع الانياب اللي هيجمعها في الاتحاد. وبيج جون وافق يساعده وخده دخل عند مدير الاتحاد اللي كان مصمم ما يقبلش بوجود بات في الاتحاد تاني، وده لانه استاذ في مخالفه القواعد والقوانين، لكن ما عرفش يرفض كتير لانه ما بيقدرش يرفض طلب لبيج جون، ووافق لكن بشرط واحد، وهو لو بات خالف القواعد والقوانين مره واحده ولو بالغلط هيطرده من الاتحاد حد للابد. وبات فرح بالفرصه دي وراح يبيع الانياب اللي معاه في متجر الاتحاد واشتروهم منه ب 10000 دولار، لكن قبل ما يفرح وياخدهم الموظف خد منهم 5000 دولار رسوم انضمام للاتحاد، وكمان شويه مصاريف اداريه بحوالي 3000 دولار، وبكده ما عادش باقي معاه غير 2000 دولار. وطبعا بات ما بقاش طايق يشوف الموظف اللي خصم منه كل الفلوس دي ونفسه يعمل له عاهه مستديمه، والفرصه جات له لحد عنده لان المدير دخل عليهم وقال لبات هو ده الموظف اللي هيساعدك في العمل الميداني بتاعك في صيد مصاصين الدماء، والموظف ده اسمه سيس وكان
كان مرعوب من الفكره لانه شغل مكتبي وكمان ما بيعرفش يقتل صرصار، ازاي هيقتل مصاص دماء؟ وحاول يطلب من المدير يرجع في كلامه، لكن المدير قال له لازم تنزل معاه علشان تراقبه، عشان لو اخترق القانون باي طريقه تعرفني وهنطرده وبعد كده هرقيه. وسيس كان مرعوب، لكن بعد ما سمع كلمه ترقيه وافق وهو مرعوب برضه. ومع اول يوم شغل ليه بات حب يستقبله فلبسه في ازاز العربيه. المحبه دي والله ما حدش بيقدر يشتريها بفلوس. المهم لما بات حب ينزل علشان يقتل شويه مصاصين دماء، سيس قال له انا هستناك هنا في العربيه علشان ما حدش يسرقها. وفي نفس الوقت تروي وهو قاعد في محله عادي سمع صوت ضرب نار كتير، وفجاه في واحد من رجالته اترمى عنده بطريقه مش لطيفه، فكان هيفكر يخاف لكن ما لحقش، وده لان اودري دخلت عليه بسرعه كبيره لدرجه انه ما عرفش يشوفها لحد ما لزقت له ايده في المكتب، فاتصدم وسالها ازاي قدرت تتحركي في الشمس، فما ردتش عليه ولقيته معلق ناب مصاص دماء في رقبته. فقالت له تصدق زعلتني؟ لا بجد انا زعلت. لا 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 انا زعلت والله، انا زعلت قوي كمان. طبعا مش هقول لكم هي عملت فيه ايه، بس اهم حاجه انها عرفت تاخد منه المعلومات اللي هي محتاجاها، ومن المعلومات دي عرفت ان باد هو الشخص اللي قتل بنتها، وباد دخل لمكان المفروض ان فيه مصاصين دماء وكانوا بيتغذوا وقتها، فخلص على كام واحد منهم بكل بساطه، وفي واحد هجم عليه ودخلوا في معركه مع بعض. وسيس وهو قاعد بره مديره اتصل عليه وساله ايه الاخبار، فقال له انا قاعد بره وباد بيصطاد شويه مصاصين دماء جوه. والمدير اتضايق منه وقال له لازم تدخل معاه علشان تراقبه وتشوف لو اخترق القوانين عشان نطرده بسرعه ونرقيك بسرعه. لانه الكلب ترقيه سمع الكلام ودخل ورا باد، فشافه هو في معركته مع مصاص دماء فخاف ومعرفش يساعده باي حاجه، لحد ما باد قال له لو ما ساعدتنيش دلوقتي هتكون انت التحليه بتاعتهم، فساعده واداله السلاح فقتل بيه مصاص دماء. وسيس لما شاف كده اعصابه ثابت، فتسبب في ان في حاجات تانية ثابت وغرق الدنيا ميه، وباد علشان يواسيه قال له ما تقلقش كل اللي شغالين نفس الشغلانه دي عملوا كده في اول يوم ليهم. وسيس فرح وقال له يعني انت غرقت الدنيا كده برضه؟ فقال له تصدق انك عيل خنزير وبشخه، انا كنت بواسيك بس يلا انت تستحقش النواسي، يلا يا دير الكباله في الشنطه عشان ما توسخليش العربيه. ولما وصلوا لبيته نزل ونسي ياخد معاه المذكرات بتاعته، وبعد لما شافها اكتشف ان سيس كاتب عليه اكتر من 10 قوانين هو اخترقها، فتعصب وراح للبيت الامن بتاعه، وهناك قابل بنت اسمها هيذر وساكنه جنبه جديده، فتعرف عليها بسرعه. والتاني يوم راح خد سيس اللي اول ما ركب معاه قال له ايه كل المخالفات اللي انت كاتبها عليا دي، وقال له انت لو ما كنتش دخلت ورايا ما كانش هيحصل لك حاجه. وبعد كده طلب منه يصبر عليه لحد يوم الاثنين علشان يجمع الفلوس المطلوبه منه وبنته ما تروحش من بين ايديه، وقال له بعد كده يقدر يسلم كل مذكراته للمدير براحته، لانه لو سلمهم دلوقتي بدا هيطرد من الاتحاد تاني ومش هيعرف يساعد بنته. وسيس لانه انسان بقلب طيب وافق يدي الباد مهله لحد يوم الاثنين، وباد خده وراح عند تروي صاحبه المستغل علشان يشتري منه شويه اسلحه، لكن لما دخل اتصدم بانه شاف كل اللي موجودين في المكان اموات، وكمان تروي ميت واسم باد مرسوم على المكتب باسنان تروي، فخدوا الاسلحه اللي هم عاوزينها وخرجوا من المكان بسرعه. وبالليل باد رجع لبيته فشاف واحد شكله مريب قاعد عند هيزر اللي ساكنه جنبه جديد، وسمعه وهو بيقول لها لازم تخليها تطمن لك، فشك انها وراها حاجه مش طبيعيه. وتاني يوم خد سيس وراها عند مبنى مليان مصاصين دماء، وكان سعيد لان عددهم كبير وبكده هيجمع فلوس كتير، لكن قبل ما يدخلوا البيت في اتنين من صيادين مصاصين دماء وصلوا وكانوا رايحين لنفس البيت، فاتفقوا مع بعض انهم هيهجموا على البيت مع بعض والارباح اللي هتطلع منه هيقسموها بالنص، فوافق وبداوا يجهزوا نفسهم بكل الاسلحه اللي هيحتاجوها وتحركوا عشان يروحوا للمعركه المنتظره. واول ما دخلوا كبدايه خلصوا على ثلاثه من باب التسليه، وبعد ما سخنوا بيهم دخلوا على الباقي، وكان جيش عملاق من مصاصي الدماء ومتجمعين كلهم في بيت واحد، لدرجه ان كل واحد من صيادي مصاصي الدماء كان عنده عدد كافي من مصاصي الدماء علشان يقتل فيهم براحته، وكمان يحس انه اشتغل حلو في اليوم ده، يعني اللي هو يوصل لمرحله يقول انا كده جبرت معايا لمي لي بقى الكمين ده. وبعد معركه طويله في مصاصي الدماء راحت لسيس، فما عرفش يقتلها لان سلاحه مقفول بزرار الامان، والحاجه الوحيده اللي هو عارف يعملها انه غرق الدنيا ميه تاني. والاثنين الاخوات دول كانوا بيتسابقوا مين فيهم قتل اكتر من التاني، وفي نفس الوقت بات شغال قتل بكل انواع الاسلحه لحد ما خلصوا على جيش كامل، وبعد كده ساعدوا سيس وخلصوا على البت اللي خلته يغرق الدنيا ميه، وبكده بقى معاهم جيش من مصاصين الدماء اللي هياخدوا انيابهم ويبقوا اغنياء. لكن بنطلون سيس المبلول شغلهم اكتر من الغنيمه اللي جمعوها، فقال لهم لا عادي انا بنطلوني متعود على كده ما تشغلوش بالك. ما نشغلش بالنا يا عم انت، ما ينفعش، احنا هنجيب لك حفاضه في المهمه الجايه. وفجاه في واحد من مصاصين الدماء ظهر وحاول يهرب، وبات ضربه طلقه لكن قام تاني وهرب في الشمس عادي يعني. وبات قال لهم ما تستغربوش لان اليومين دول مصاصي الدماء بقوا بيستخدموا نوع كريم قوي واقي من الشمس. وبعد ما خلص مهمته راح لبنته وخدها علشان تحضر حفله عيد ميلاد صاحبتها، لكن وهو في الحفله جاله مكالمه من رقم مجهول، ولما رد اودري قالت له انا كنت ببحث عنك من بعد ما تروي صاحبك قال لي ان انت اللي قتلت بنتي، واحب اقول لك ان النهايه ان انت هتنحني قدامي وتتوسل لي علشان ما اقتلش زوجتك وبنتك قدام عينك، انت خدت كل حاجه مني وانا هاخد كل حاجه منك. وفجاه الشخص اللي كان قاعد مع هيزر فات
الحاجات من قدامه وهو شكله مش ناوي على خير خالص. وبدر راح بسرعه خد بنته وركبها العربيه وحط لها الهيدفون وقال لها العبي وما تركزيش معايا. والشخص اللي عامل غامض هو اول واحد مات لانه حب يعمل غامض بزياده. وبيش كانت بتلعب في الايباد وابوها بيلعب في الحقيقه. والمطارده كانت قويه جدا وصعبه وفي مصاصين دماء كتير كانوا بيطاردوه من كل اتجاه، وبدا قتل منهم كتير جدا في المطارده دي. وبيش لما خلصت لعبتها بدات تركز مع ابوها وشافت اللي بيحصل وكانت مندمجه معاه قوي ومبسوطه باللي بيحصل، فشجعت بدا انه يعمل اداء افضل من الاول وخلص على باقي اللي بيطاردوه وراح بسرعه لبيت مراته علشان ياخدها ويهربوا. لكن قدري كانت مستنياه هناك وقبضت عليه وخلته ينحني قدامها فشتمها، فقالت له عادي ما هو صاحبك سأل زيك كده برضو وده جزاؤه. وبدا اعتذر لمراته وبنته قال لها انا مش عارف اوضح لك الموضوع ازاي، بس هو انت مش هتصدقيني، وانا في الحقيقه مش شغال بنظف حمامات سباحه، انا شغال صياد مصاصين دماء، ودول بقى اللي ماسكينك مصاصين دماء. فقالت له يا راجل قول كلام غير ده، انا عارفه انك كذاب اه بس مش للدرجه دي. فظهروا لها انيابهم، وفي الوقت ده هي صدقته لانه تقريبا كده دي اول حاجه انطقها حقيقيه من ساعه ما عرفته. وقدري خدت جوس وبيج وقالت لباد انا هحول بنتك وهخليها تتعشى بامها، وكان نفسي تحضر الكلام ده لكن للاسف صاحبك سيس لما يفوق هياكلك على العشاء، وده لانه هيكون جعان جدا لان هو الواحد في الاول كده بيبقى جعان جدا. وبعد كده ضربوه على راسه فاغمى عليه، ولما فاق لقى سيس قدامه فايق هو كمان، وسيس ما كانش لسه عارف انه بقى مصاص دماء. وبد قال له بص في المرايه، وسيس لما شاف انيابه في المرايه عارف انه بقى مصاص دماء، وقال لي بدا انا حاسس اني شايط من جوه، انا حاسس بحماس، حاسس اني شارب كرتوني تريد بول وهطير. وفجاه قال له انا حاسس اني جعان، وهجم على بد اللي كان مجهز سلاحه وطير راس سيس وهو حزين جدا، وقال له يا سيس يا اخويا كان لازم تهجم عليا يعني، وحب يعتذر له. لكن سيس طلع لسه ماتش وعينه بصت لباد وقال له انت قتلتني بجد يا جدع، انا فكرت ان احنا اصحاب. فقال له انت هجمت عليا يا ابني ودي ردت فعل طبيعيه. وسيس قال له تصدق عندك حق، خلاص سامحتك. وبعد كده بدا يكلم جسمه وقال له يتبع صوته علشان يوصل لراسه ويرجعها تاني على جسمه، وفعلا عمل كده. وبد كان بيشوف المنظر ده وهو مصدوم ومش مصدق نفسه، وخاصه لان سيس قام عادي خالص وعايش لكن كان محتاج يمسك راسه علشان ما تقعش. وبعد كده بد خده في العربيه لكن هم ماشيين كلوا مطب فطير راسه تاني ورجع ظبطها بسرعه. وبد راح لجارته اللي شك فيها فقالت له انها مش ناويه تاذيه وما كانتش موافقه تاذيه، وان قدري هي اللي حاولتها عشان تتقرب منه وتقتله، وقالت له ان قدري بتعمل معاه كده لانه قتل بنتها، وقالت له انها مستعده تساعده علشان يرجع مراته وبنته. وبعد كده ساعدت سيس بانها اديته دم يشربه علشان رقبته تعرف تلم تاني وترجع سليمه، وقالت لباد ان سيس قوي لان قدري هي اللي حولته فخد جيناتها القويه، وكمان قالت له انها قويه زي سيس لان قدري هي اللي حولتها برضو، وكده هما الاثنين بقوا معاهم نفس الجينات القويه. وجهزوا نفسهم بالاسلحه اللي يحتاجوها واتحركوا هما الثلاثه مع بعض وراحوا لمقر قدري وبداوا يقتلوا في كل مصاصين الدماء الامن اللي عندها. وسيس كان مبسوط جدا بقوته الجديده وبيقتل كل اللي بيقابله وهو مستغرب ومش مصدق نفسه، لحد ما فجأة اتحصروا بجيش كامل وما عرفوش يتصرفوا ازاي، لكن المساعدة وصلت وكانت عبارة عن الكاوبوي اللي مالوش حل بيج جون، وهو محمل بالمتعدد اللي بيضرب 100 طلقة في الثانية وخلص على كل اللي محاصرينهم بكل بساطة. وبعد كده اتقسموا الفرقتين وبد نزل مع بيج جون عشان ينقذ بنته ومراته، والاتنين مصاصين الدماء دول راحوا يقتلوا شوية من الحراس علشان يأمنوا ظهرهم. وبيج جون كل ما يقابل جيش يقتله بكل بساطة بسبب السلاح بتاعه، ولما سلاحه فضي نزل لعب شوية تمارين على واحد تاني، وبعد كده جددوا اسلحتهم علشان يكملوا معركتهم. وفعلا قابلهم عدد كبير من مصاصي الدماء وكانوا بيقتلوهم بكل بساطة، لحد ما في مصاص دماء ظهر من وراهم وعد بيج جون في رقبته لكن مات بعدها، وده لانه يعني يعتبر هزر مع الشخص الغلط. وبيج جون طلب من بادي يروح ينقذ مراته وبنته وهو هيأمن ظهره لانه كده كده يعتبر اتحول خلاص. وبعد كده بدا يقتل في مصاصي دماء كتير قدامه، وبعد كده جهز نفسه بقنبلة مضيئة وفجرها فقتل بها عدد كبير جدا من مصاص الدماء. وبد دخل في معركة مع مساعد قدري لكن كان شكلها قوية عليه وشكله كده كان هيموت بسرعة، بس المساعدة وصلت له بسرعة، كانت عبارة عن سيس وهزر اللي وصلوا عنده علشان يساعدوه وطلبوا منه يكمل طريقه وهم هيتصرفوا مع البتاع ده. وفعلا بد مشي وهم دخلوا في معركة معاه وشكلها كده هتكون معركة صعبة عليهم هم كمان. وبد راح لقدري علشان يقتلها لكن كانت سريعة جدا وقوية جدا عليه وضربته بكل بساطة، وسيس لسه بيتضرب هو والبت اللي معاه بدون أي رحمة من مساعد قدري، وكمان بد من كتر ما اتضرب من قدري نفسها قال كان المفروض اشوف اي وظيفه تانية اشتغلها. وقدري بعد ما طحنت باد كانت هتحوله لكن جوست طعنتها في ظهرها فانقذت باد مؤقتا واتضربت بداله، والاتنين دول توصلوا لحل حلو
علشان يخلصوا من البتاع ده، وهو انهم فصلوا ادراعته منه بعد ما طحنهم، وبعد كده قتلوه بكل بساطه. وبدا ينقذ مراته قبل ما تموت علشان كانت بتحاول تنقذه، وضرب على قدري طلقه فبصت له وهي كلها ثقه وهي ماسكاها كده وقالت له انت نسيت ان انا مش سهله ولا ايه، وهجمت عليه بكل سرعتها فوقف وهو مستسلم وفقد الامل، لكن طلع مش سهل، وده لانه حاطط نفس الفخ اللي مصنوع من سلك قوي اول ما فاتت من عليه الراسه اتقطعت. ففرح بالفخ وقال مش قلت لكم دايما بينجح في انه ينفذ مهمته. وبعد كده خد عيلته وراح لسيس وهيزر، وسيس كان فرحان بنفسه قوي لانه خد انياب الراجل ده، وكمان لانها هتكون غاليه، وكمان الاهم انه مغرقش البنطلون. لكن ملحقش يفرح كتير لان هيزر قالت له انت مغرقتش البنطلون لان مصاصين الدماء ما بيعملوش زي الناس. فعيني رجع حس بالاحباط تاني وخرجوا من المكان، وبات شاف طاقيه بيج جون وهو خارج فحس بالحزن وخدها معاه. ولما خرجوا لقوا مدير الاتحاد في وشهم وكان ناوي يطرد بات، لكن كل ما كان بيلاقي القانون يطرده بيه سيس كان بيدافع عنه ويجيب له ثغره في القانون فما عرفش يطرده. وبات رجع تاني عاش مع عائلته وخرجوا مع بعض من الموقع المشبوه ده. وبعد ما مشيوا بيج جون طلع من الصرف وهو مولع سيجاره ومزاجه عالي، وده لانه لسه ما ماتش.